والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه المستند من سنة اليمين وبعد. حقيقة إن عنوان المحاضرة عنوان كبير، ولكن الدكتور كمال وضح فصل المراد، لأن القراءات بين التحصيل والتلقين، القراءات في حد ذاتها لها تعريف، لابد أن نعبر على ما مقصود بالقراءات، وهل القراءات والقرآن هما شيء واحد أم أن بينهما خلاف لفظي أو تغاير، وهل القراءات أسبق أو نزل القرآن بقراءاته أول ما نزل ولا القراءات متأخرة في النزول؟ هذه مسائل تحتاج إلى كلام كثير، لكن أنا غير مطالب بها. نعم. ولكن من حيث التحصيل، لأن بين التحصيل والتلقين، نعم مش كده؟ لا، لما أقول ربنا من سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وإنك لتلقى القرآن، نعم، فأول ما أول شيء هو أنه تلقى القرآن من جبريل، فالتلقي يقع قبل التحصيل يعني. نعم معلش أنا خليني معكم، فإذا قلنا تحصيل ثم التلقين يبقى على أن يحصل الطالب كما يحدث لصغار السن بالذات أنهم يذهبون إلى الفتاتير أو إلى دور القرآن ليحفظوا القرآن صغارا، وهذه مهمة تقع على عاتق الآباء في بداية الأولاد الصغار. وأنا مثلا على سبيل المثال حفظت القرآن في المكتب وأنا 10 سنين، ثم لما التحقت بمعهد القراءات بالمناسبة قبل أن ألتحق بمعهد القراءات قرأت القرآن كاملا على الشيخ رحمه الله، ثم انتقلت لتجويد القرآن وقراءة بعض الروايات على الشيخ شيء آخر، شيخ آخر هو محمد إسماعيل عبد الله الحمد، قرأت عليه رواية حفص، ضغطت عليه القراءة، ثم رواية مرشد، ثم شاء الله تعالى أن ألتحق بمعهد القراءة في الدار كما استمعتم، وفي هذا المعهد حصلنا علوم القراءات والعلوم الخادمة لهذا العلم، لأن علم القراءات يحتاج إلى علوم أخرى، لأن القراءات المتعددة كما تعلمون القراءات العشرة هناك لكل قراءة عدد خاص، عدد الآيات، ويسمى علم الفواصل أو علم عدد الآيات، كذلك ما يتعلق بالقراءات من حيث الرسم، لأن هناك خلافات في رسم بعض الكلمات بين أئمة القراءة نفسها، فهذه العلوم درسناها حصلناها في معهد القراءات، ولكن القراءات في حد ذاتها أن تحتاج في تحصيلها إلى مقدمات. أولاً لابد للطالب الذي يريد أن يقرأ القراءات أو يحصل علم القراءات لابد أن يكون عنده الأصل، يكون حاصلاً أو قد تحصل على الأصل، والأصل والمراد بالأصل هنا هو حفظه للقرآن كاملا من أوله إلى آخره حفظا جيدا، وأن يكون ضابطا لما قرأ. وهل يا ترى حفظ الطالب أو الدارس للقرآن وتحصيل للقرآن في بداية أمره يكفيه ذلك، أم أنه لابد وأن تتعدد مشاربه، لابد وأن تتعدد مشارب الطالب في تحصيله وتلقينه لهذا القرآن من عدة مشارب حتى يجمع بين التعدد الأداء؟ هناك من القراء أو من المعلمين من هو ضابط، من يكون ضابطا، ومنهم من يكون بين حقيقة هم من يتساهل، لذلك أقول لابد وأن نحرص على أننا إذا أردنا أن نكون على درجة عالية من
الإتقان، ضبط والإتقان، لابد وأن تتعدد المشارب. ولذلك قديما إذا قرأتم سيرة القراء مثلا على سبيل المثال، نقرأ طبقات القراء للدهمي، القراء الكبار أو غيره، يذكرون فيما يذكرون في سيرة القراء أن أحد أن هناك من هؤلاء القراء من قرأ على عشرات من المشايخ، من قرأ سنوات. يعني أذكر فيما ذكر الإمام ابن الجزري بعض القراء قرأ عشر سنين على بعض الشيوخ. هناك من يظل يحصل العلم الذي يدرسه من سواء علم القرآن أو القرآن وعلم القراءات وما يتصل بذلك سنوات طويلة، ويرحل هنا مشرقا ومغربا حتى يكون أهلا للإقراء. ودي مشكلة كبيرة جدا، لأن البعض في عصرنا الحاضر بعض يقرأ وبعد ما يحفظ وقد يقول ليس له إلا معلما واحدا واتجاه واحد، ثم نراه يتصدر، وهذا أمر خطير. لابد قبل أن تتصدر للإقراء لابد أن تكون قد حصلت علما غزيرا من حيث كما ذكرت الحفظ أمر منتهي، لكن يجب عليك أن تحصل ما يخدم هذا القرآن من علوم تتصل به. كما ذكرت لك علم القراءات، علم الرسم، علم الضبط، علم الفواصل، لكن التحصيل في هذه المسألة يأتي على مراحل متعددة. اليوم بنجد البعض يقول لك قرأت القراءات العشر الصغرى. مفروض أولا يجب على من يريد التحصيل صحيح أن يأتي بعدما ينتهي من الحفظ والضبط والإتقان جيدا ينتقل إلى مرحلة تحصيله للقراءات. كيف يتم تحصيلك للقراءات؟ لابد وأن نكون واضحين في لابد وأن نحفظ الشاطبية، يعني على الطالب أن يحفظ هذا المد وهو الجامع لعلم القراءات السبع في هذه المنظومة المسمى بحرز الأماني أو بالشاطبية، لابد أن يحفظها حفظا جيدا. هكذا يعني قرأنا وتعلمنا وحصلنا ومن سبقنا بذلك كثير. اليوم كثير من الناس يقرأ في المصحف ولا يحفظ المد، عمره ما هيحصل، لأن التحصيل لا يكون في الكراس إنما يكون في الرأس. فلا بد أن نحفظ هذا المد، ثم بعد أن نقرأ هذا المد قراءة عملية ونحصل على هذه القراءات السبع، ويفضل له كذلك أن يقرأها رواية رواية ثم إماما إماما ثم يجمع. هكذا قال، مشان اللي أقول هكذا قال لنا علماؤنا السابقون عندما يذكر ابن الجزري يقول إيه وقد جرى من عادة الأئمة إفراد كل قارئ بختمه حتى يؤهله جمع الجمع. فطبعا هذه مسائل لا من حيث التحصيل لابد أن تقرأ، وتقرأ سنوات، تقرأ سنوات مش شهرين ثلاثة ولا أسبوعين، هذا كذا يقع في عصرنا الحاضر. ده طبعا أمر لابد وأن يقرأ هذا المد ويشرحه على الشيخ، ثم يقرأه كما ذكرت رواية الرواية، ثم يجمع، يظل سنة اثنين ثلاثة خمسة على حسب ظروفه، ثم عندما يتم له ذلك بينتقل إلى ما يعرف بدراسة العشر الصغرى من طريق الدرة المضيئة اللي هي نظم ابن الجزري بيحفظها إضافة للحفظ الشاطبية، ويقرأها كذلك. ثم إن أراد أن ينتقل إلى مرحلة أعلى وتحصيل أكثر وأكثر بيقرأ ما يعرف بمنظومة الطيبة نشر ابن الجزري، فيبدأ يحفظها ثم يعرضها على الشيخ شرحا، ثم يقرأه رواية رواية وطريقا طريقا. حقيقة ما طريق أو المسألة تحتاج إلى وقت طويل وتحصيل سنوات طويلة. الآن بنراها العملية بقت سهلة،
لكن انت تتكلمون او تسألون عن قضية التحصيل. التحصيل يحتاج الى وقت طويل وكما ذكرت الى مراحل واطوال متعددة، ويتوج ذلك التلقين، والتلقين يأتي اثناء التحصيل خاصة في علم القرآن. قد يكون التحصيل في اي علوم شرعية سهل، تحصل قبل ان تتدرب، لان اليوم يعني العلوم الشرعيه بتلقى من خلال المحاضرات والدراسات الاكاديميه، ولكن علم القران بالذات لا يصلح فيه الا التلقين مع التحصيل. والتلقين قد يكون يعني مباشر مع التحصيل او مقارن له او قد يكون قبله، لان هناك قديما كانت القراءه تلقى قبل أن يقرأ الطالب، ولذلك المدرسة القديمة الشيخ يقرأ ثم الطالب يستمع ثم العكس، فيجمع بين الأمرين. وهذا ما كان عليه سلفنا الصالح وما تلقوه أو تعلموه من المدرسة المحمدية. فصلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع لجبريل، تلقى عنه ثم يعلم الصحابة فيقرأ عليهم وهم يستمعون إليه ثم يقرؤون عليه. ولذلك عندما قال لابن مسعود اقرأ علي، قال أقرأ عليك عليك أنزل، قال أحب أن أسمعه من غيره. هذا الأمر أراد أن يثبت قضية النقل الصحيح، وأن ابن مسعود رضي الله عنه نقل عنه مشافاة نقلا صحيحا. ولذلك قال في حديث آخر: من أحب أن نقل القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن معبود. فهذه مسألة كبيرة تحتاج معلش وقت طويل، وانا هترك المجال لفضيله الشيخ معلش، لان انا لو هنقعد نتكلم كثير طبعا مش مولانا. لا. كمان تلقين الطلبه او المقبلون على المشايخ من اجل ان ياخذوا منهم قراءات العشر. والله ما انا قلت التحصيل مع القران قراءات بيقع يعني يجتمع مع التلقين، لأنه هو يحصل من غير تلقين لازم يتلقى، وإنك تلقى، ولكن هذا التلقي يجب أن يكون هناك له ضوابط حتى يقع التلقين صحيح. لأننا بنجد هناك خلاف في ضبط بعض الكلمات بين المدارس بالمشرق والمغرب. على سبيل المثال أنتم تقرؤون برواية ورش، مش كده؟ من أصعب شيء في القراءات القرآنية هو التقليل، تقليل. ها؟ بنجد هنا أغلب الناس يقرؤونه بالإمالة المحضة، وهناك من لا يقلل المعنى. فهنا أقول إن هذا يقع تحت موضوع اسمه إيه؟ التلقي، اللي هو التلقين. فهذا الأمر يحتاج إلى ضوابط معينة تقع على عاتق القائمين على تعليم القرآن في هذه البلاد المباركة، وأن يكون هؤلاء قد تعددت مشاربهم واستمعوا إلى مدارس متعددة وجمعوا. وأتاب واحد يقول لي معنى ذلك أن هذا الاختلاف في بعض الكلمات، في يعني اقرأ بعض الكلمات، هذا الاختلاف أيهما أصعب؟ ماشي. وبعض يعيب على الآخر، قد يرى البعض أنه هو الأوحد في القراءة وغيره لا يضبط. هذا خطأ، هذا خطأ كبير، لأن في القراءات في حد ذاتها هناك بعض الكلمات مثلا ما يعرف بالاختلاس في نعمة أو نعمة، عند قرقلون وأبو عمرو وأبو جعفر يقرؤون مثلا بالاختلاس أو بالإسكان، وهذه لغة صحيحة فصيحة، لكن هذا الاختلاس يختلف في أداء كثير من الناس. إيه المراد بالاختلاس؟ اختلاس الحركة، أن تنطق بها سريعة مع خفض الصوت، قد يستطيع البعض أو الكثير من ضبط هذا مثلا. وكذا كما ذكرت الإمالة، البعض يعني تنحى أو ابعد عن أن تكون الإمالة كلها كانها كس واضح، هذا غير صحيح. وانا مثلا واذا جيءك، ما بقولش جيء
لا جيءك مثلا، او قلي ما اقولش قلي مثلا. هذه الامور يعني يجب ان تضبط من خلال التلقي. لكن سؤال، لو حدث مثل هذه الجزئيات البسيطه هل القراءة خطأ؟ ها؟ خطأ؟ لا. ده اللي أنا أردت أن أقول. يلا يا شيخ. معلش يا معلش. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فمرحبا بكم يا أهل القرآن. ومرحبا بالمسؤولين في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في بلدنا الحبيب الجزائر. كلكم ما شاء الله أهل أن تكونوا مكاني، ولكن تم الاختيار أن أتكلم بنهجكم. سأضوي على بعض الأمور لأن العنوان ثوب فضفاض، لأن العنوان ثوب فضفاض يتعلق به كثير من الأمور. السؤال الذي يطرح نفسه، هل كل من جاء ليتعلم القراءات يصلح أن يأخذها، أم فقط يقتصر الأمر على تصحيح التلاوة أو تحسين الأداء، وأن يصل إلى مبتغاه ليكون مع الكرام السفر البراء؟ هناك أمر مهم ألا وهو الدين كله أدب، ديننا كله أدب. وصلنا في وقت من الأوقات، وهذا أنا مشاهد عندي يعني، وكذلك مستقرًا في بعض الدول، إذا كان العلماء وضعوا للشرب آداب، وللفتية آداب، وللقضاء آداب، وللنوم آداب، كذلك وضعوا لمن يريد أن يتعلم القرآن آداب، آداب حملة القرآن الإمام النووي وغيره من أهل العلم. فالدين كله أدب. هل لمن جاء يريد أن يقرأ ويحصل هذا الفن يصلح أن يعطى؟ لابد أن يتجمل طالب العلم بالأدب. الأدب، الأدب مع كتاب الله، الأدب مع التلقي، الأدب مع الشيخ. لأننا وصلنا إلى مرحلة حينما يتلقى طالب العلم هذه القراءات ينسى من تلقى عليه، أو لا يلتفت إليه، أو يكفي أنه سيأخذ عنه هذا العلم ثم يدير له ظهره ويمشي. أذكر على ذلك أقرأت أحد الطلاب عندي في لبنان، فأخذ القراءات العشر الصغرى ثم شرع في الكبرى، وإذ به يتخلف فيذهب يأخذها في شهر واحد ثم يعود، فأراه مستندا على حائط وينظر إليه ولم يلقي عليه السلام. وهكذا في كثير من الطلبة إلا من رحم الله طبعا. شهر وقرأ القرآن شهر ذهب إلى مصر قرأ العشر الكبرى في شهر. يحتاج هذا الفن إلى أدب جم، هذا ما نفتقده، هذا ما نفتقده إلى أدب الجم قبل أن يحصل هذا العلم، لأنه يتلو الوحي، يتلو هذه الحروف التي أنزلها الله على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. لا بد من الأدب أن يتحلى أولا، أن يجتمع قبل تحصيل هذا الفن أن يقرأ كتاب في آداب حملة هذا العلم، ما هو حاله بين الناس مع الطلبة في بيته مع أولاده مع زوجه، كيف يكون حال أهل القرآن. وبعد ذلك أن حينما يتحصل على هذه الآداب ويختبره الشيخ، حينما يختبره الشيخ نحن ما بدنا نقول في هذا المريد والشيخ، لا لا نريد أن، ولكن الآداب مهمة، الأدب مع الشيوخ، لأنهم هم الذين سيصلونك بالحضرة النبوية الأفصحية، سيحملونك هذا الطوق، سيصلونك إلى بسلسلة مباركة، وأنت ستتخذ هذا منهجا لمن بعدك، ستتخذ هذا الأمر منهجا لمن بعدك.
فحينما يمتحن شيخ ويرى ذلك يخضع بعد ذلك للتحصيل، كما ذكر شيخنا حفظه الله أن يبدأ بحفظ المتون، أن يبدأ بحفظ المتون حفظا جيدا متقنا. يعني في مصر في الخازن دارة هناك 3 سنوات لعالية القراءات و3 سنوات لتخصص القراءات. لابد أن يخضع الطالب لحفظ متنه الشاطبية والدرة إما شفهي وإما كتابة لكي يعطى هذه الشهادة. وتأتي هناك لجنة من أفذاذ هذا العلم يمتحنونه بالمتشابهات، ثم يأتون بآية اقرأها لفلان وفلان مع الدليل مع الشاهد، لابد أن يكون سريع الإجابة. ثم بعد ذلك ينتقل إلى التخصص ألا وهي طيبة النشر، لابد أن يكون حافظا لها كذلك، أن يكون مستشهدا لها. فحينما يحفظ ذلك يبدأ بالتلقي والأخذ عن الشيخ عرضا وسماعا، أن يعرض وأن يسمع كما كان يفعل الإمام عاصم الإمام حفص مع شيخه الإمام عاصم، يعرض ويسمع. وذلك في لنا في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة مع جبريل عليه الصلاة والسلام، كان يسمع منه ثم يتلو القرآن صلى الله عليه وسلم. حينما يشرع في ذلك لابد أن يكون عنوان ذلك قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فيحصل هذا العلم. والشيخ يفرغ له الوقت المناسب، وخاصة من يجد فيه المعية في هذا الفن، أن يسخر له وقته وأن يعلمه كما فعل الإمام ابن الجزري كما مع ابن الصائغ، مع ابن الصائغ قرأ عليه ما شاء الله ليل نهار قرأ عليه. فحينما يحصل هذا الطالب هذا التحصيل من هذا الفن ويجعل غايته في ذلك الإخلاص لله عز وجل، يفتح ربي على يديه الخير. ثم بعد ذلك يبدأ ويشرع بالتعليم كما تعلم. الآن في وقتنا القراءات، مرة جاءني واحد يريد أن يقرأ عليه، قال لي أن قرأت سابقا في الشام الشيخ عمر ريحان عليه رحمة الله، ختمت عليه حفص عن عاصم في سنة، ثم شرعت بالقراءات العشر الصغرى، كنت خلو بل لا أعرف شيئا في القراءات، والله لا أعرف شيئا. حينما يقول أقرأ لقالون أضحك، كان عمري ما يقارب ذاك الوقت 18 عاما، أقرأ وأضحك، ما هذه القراءات، ما هذه الإمالة، ما كذا. ولكن الشيخ كان يتحمل مني، فكان حاله حال الشيخ يدل على الأدب. والله حينما ذكرت عن الشيخ محمد سكر أردت أن أقرأ عليه، ولكن وقته ضيق جدا، فقرأت الجزء عما. حينما قلت أريد أن أجمع عليك القراءات قال ما عندي وقت. أرشدوني إلى شيخ في إحدى المساجد لا أعرفه، قال ستذهب والقراءة عليه. ذهبت إلى مسجد في منطقة اسمها جثة الأبيض، والشيخ سمير يعرف هذا، كنا مع بعض ومعالي الوزير كذلك كنا في هذا المسجد سويا نقرأ عن الشيخ عمر ريحان. أنا وأمشي رأيت رجلا يكنس عتبة المسجد ويغسل المكان المرتفع منه، ثم يأتي ذلك بتنظيفه بالمناديل وما إلى ذلك يمسحه. فقال لي الشيخ الذي أخذني، قال ستقرأ على هذا الشيخ اللي كان بيمسح، اللي كان بيمسح، كان تاجرا إماما معلما للقرآن ومؤذنا بدون مقابل في الشام. وكان قبلي الشيخ عاشور يقرأ عليه من عندكم، وكان في الشيخ رضوان. إيش يا شيخ؟ الشيخ رضوان. كنت أنا الثالث، كنت آتي في الأول فالشيخ يقرأ الشيخ عاشور ثم الشيخ رضوان ثم يقرأني أنا. ولكن شوفوا الحال هنا، حينما آتي يقول لي الشيخ خذ فلان وفلان وأقرئه، بنفسي أنا كطالب علم أتضايق، لما يفعل معي هذا الشيخ عمر وأنا شئت أولا. بعد ذلك علمت الحكمة، أراد أن يصحح لي ألفاظي من خلال السماع والاستماع، هذا الذي أدركته. فعلمني هذه الخصة وأنا علمتها لطلاب من بعدي، السماع. فحينما ينتهي
الشيوخ يأتي دوره. فحينما انتهيا من الجمع، الشيخ عاشور والشيخ رضوان حفظهم الله، جاء دوري، أعطاني في اليوم 4 مجالس، بعد الفجر وقبل الظهر وبعد الظهر وبعد العشاء. طلبت منه العصر، قال لي يا ابني هذا وقت أنا آكل فيه، فاستحملت. ومرة حينما كنت أقرأ عليه حفص حفص، فوصلت إلى سورة الكهف وهو كان يصحح لي الراء، تفخيم الراء كثيرا، فقال لي يا ابني تعبت ساعدني، تعبت ساعدني. فقلت أنا أصبحت أبكي، قلت لعل الشيخ لا يريد أن يقرأني، لعل الشيخ حزن مني، لعل الشيخ سيوصيني سيبعدني. والله بكيت، والذي صبر عليه وتحمل، وكان يقول لي الإخلاص، أخلص أخلص أخلص، الله يفتح عليك. مرة ذهبت إلى المسجد باكرا، يعرف أنني سأكون موجودا، فتح الباب المسجد وجعله مغلقا، فدخلت فبحثت عن الشيخ لأقرأ لم أجده، فنزلت أعزكم الله إلى دور المياه، رأيته ينظف الحمامات. قال لي ماذا تفعل محمود؟ أخرج، لا يريد أن يراني. هذه الشيخ، هذه الشيخ. والشيخ والشيخ عبد الحكيم حينما ذهبت إلى مصر وقرأت، أريد أن أقرأ على أقوامهم في الأداء، لم أكن أبحث عن سند مثل الآن يبحثون عن علو السند، لأن لم يكن همي الحصول على السند، كان همي الحصول على القراءة. بعدين عرفت بعد ذلك حينما يكبر الإنسان يعرف قيمة السند، بيت خال وأسناد عال، رحم الإمام رحمه الله الإمام أحمد بن محمد. كنت أبحث، فأخذني سيدي الشيخ أحمد، رأيته تقريبا كنت أرى بال92، كنت أحب سنده هكذا، حينما يأتي إلى الأزهر يمشي في خزن دارة، كان كنت أحبه، سمته سمت العلماء، زيه، رائحته الزكية، ملابسه الطيبة، فسبحانه كنت أحبه. لكن أنا تلميذ وهو شيخ كبير، أنا كنت أستحي أن أحدثه، ولكن نظراتي كانت يعني تلحقه من إلى مكان إلى آخر. فقلت له حينما بال96، قلت مولانا بعد ما قرأت على عدة شيوخ، كل واحد كان يشترط علي شرطا من الشيوخ، قال لي أنا أقرئك في شهر واحد، كل يوم أقرئك حسبا، ضاقت بي الأمر، فالتقيته، مولانا أريد أن أقرأ، قال لي أنا سأخذك، أخذني بيدي ومشى معي إلى الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، فدخلت على الشيخ فجلست على الأرض. أنا لم أكن أعلم يعني إنه هذا شيء، لا، ولكن هذا أداب طالب العلم. جلست على الأرض، قبلت يده وجلست على الأرض، هكذا تعلمت من مشايخ. فنظر إلي قال أسمعني قرأت، قال لي سأقرئك، قال والله يا ابني يأتيني شيوخ من الخارج ويقولون لي هذا شك على بياض، أقرئنا يا شيخ عبد الحكيم. قال لي والله لا أقرئ، لا أريد، لا أريد. فالحمد لله قرأت عليه، وقال لي حينما ناولني السند، قال يا محمود يا ابني ستجد البركة في هذا السند، وتقول عبد الحكيم قال أقسم بعزة الله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل القرآن، والله منذ أن استلمت السند البركة تلحقني إلى هذه اللحظة، إلى هذه اللحظة. هذه الأداب مع الشيوخ، هذا أداب التحصيل. ما بيجي بقول لك واحد أنا حصلت هذا الفن في شهر، هذا الذي فتح لي الباب جاءني طالب يقول لي كم حصلت هذا الفن؟ قلت له سنة ونصف بالشام، وعند الشيخ عبد الحكيم إلى الساعة 12 ظهرا أقرأ على الشيخ قبيل الظهر يوميا. قال لي أنا حصلته في شهر، في شهر. وحينما يأتيني الطلاب بحكم أني شيخ قراء لبنان لابد من ختم على الإجازة، أسأل أقرأ لموضع كذا للسوسي، لموضع كذا لأبي جعفر، لست مستحضرا، أنا أنقل هذه الصورة. وهناك الكثير، وهناك من جمع القراءات عن المصحف، نحن ما قرأنا من المصحف وما جمعنا القراءات من المصحف، إنما غيبا على شيوخنا، غيبا على شيوخنا، هذا الذي كنا، هذا الذي تلقيناه وحصلناه من العلم. أما الآن أنا أعيب
على الشيخ الذي يفتح المصحف، أعيب على الشيخ الذي يفتح المصحف وبهامشه القراءات. ما هكذا تلقينا، هذا له قدسية، قدسية هذا القرآن العظيم. ومرة جلسنا مع مولانا الشيخ والدكتور أيمن رشدي السويد والشيخ عبد الرشيد الصوفي وغيره في إحدى المسابقات، وكثير من المشايخ من دول العالم، أظن ممكن كان معنا أحد من الجزائر لا أذكر، وتناقشنا في هذه المسائل، تناقشنا في هذه المسائل. تصوروا يا إخوة، أصبح التلقين هذه القراءات من خلال التليجرام أو من خلال الواتساب، يسجل صفحة ثم يرسلها إلى الشيخ ثم يرسل له الشيخ صحيح أو خطأ. أنا لست أنا مع التعليم والتلقين والتحصيل، ولكن برواية حفص أو برواية ورش أو برواية قالون أو برواية الدوري عن بعد لا مانع. أما وقت القراءات لا أرى على طالب العلم نزاما إلا أن يذهب، إلا إذا اطمأن له الشيخ، إلا إذا اطمأن له الشيخ من حفظه وقوته يفعل ذلك. أنا فعلت ذلك مع الطلاب في أمريكا، ذهبت إليهم واستمعت منهم رواية حفص كاملة وأجزتهم بعد ومكثت معهم وقرأوا علي سورة البقرة لكل الرواة مع قرائهم، ثم علمتهم طريقة الجمع كيف نبدأ بالجمع كما فعلت مع الدكتور كمال. 5 سنوات أنا وصديقي وحبيبي وأخي الدكتور كمال قرأ عليه، كنا نتدارس 5 سنوات، ولكن هذه السنوات إن أردنا أن نعدها تختصر في 6 شهور. قرأ علي في الطائرة سورة البقرة من قطر إلى أمريكا بالجمع، بالطائرة جلسنا هناك فتحنا لهذا القاطع وقرأ عليه، قرأ علي في الجزائر، قرأ علي في بيروت، قرأ علي في قطر، قرأ علي في أمريكا، في جامبيا، في القارات الست إلا أوروبا، ما قرأنا في أوروبا، كنا نتمنى أن نقرأ في أوروبا لننزل، ما قرأنا فيه، قرأنا في القارات كلها إلا قارات أوروبا. سنقرأ بفرنسا إن شاء الله. إن شاء الله الآن يحضر نفسه إلى الكبرى بإذن الله تعالى. فيا أخواني هذه نصيحة، التحصيل لابد أن يكون على أرض ثابتة كما تلقينا عن شيوخنا، كما تلقينا، هو ليس كالفقه وليس كالعقيدة وليس كالحديث وليس كذا. صحيح علماء الحديث تكلموا عن الإجازات وفرعوها ودونوها وذكروا مصطلحاتها، ولكن القرآن يختلف، يختلف. إن تيقنتم أن الطالب عن بعد يصلح بعد أن يأتي إليكم أو تذهبون إليه لا مانع في ذلك، ولكن أصل هو أن يأتي، ولكن مع الحال الذي يعيشها العالم بعد الكوفيد وكذا أصبح صعبا في ذلك. ولكن خلاصة الأمر أن يتحلى الشيخ كذلك بالأداب، الشيخ لابد أن يتحلى بالأداب، أن ينصح الطالب، ليس فقط يقرأ عليه يقرأ الحصة ويذهب يقرأ الحصة، لا، لابد أن ينصحه أن يربيه. لذلك قالوا لنا السلحفات كيف تربي أبنائها، السلحفات كيف تربي أبنائها، كيف تجلس عليهم كيف تربي أبنائها؟ قال عن الشيخ عبد الرزاق، سمعت الشيخ عبد الرزاق الحالي، قال تربي أبنائها بالنظر، تتبعهم كذا، تتبعهم. الشيخ يربي أولاده ويقرأ عليه. الإمام الشاطبي وأنتم تعرفونه حينما كان يجلس الإقراء كان يقول من يأتي أولا فليقرأ، مرة قال من أتى ثانيا فليقرأ. ما هذا؟ هذا من عند الله. فعلم أن الذي جاء أولا أصابه الحدث فذهب فأسقط الحدث ثم جاء، فحينما انتهى الثاني قال من أتى أولا فليقرأ، من أتى أولا فليقرأ. فهذه الأدب نتعلم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى من واستمع من جبريل، وكما تلقينا من مشايخنا من الإمام ابن الجزري والشاطبي وأبي الشجاع وهذه السلسلة العظيمة، هكذا تلقت القرآن. فنحافظ على الأداء، نحافظ على الأداء، نحافظ على التلقي، نحافظ على كل شيء لنخرج جيلا قرآنيا متمسكا كما فعلتم أنتم في الجزائر. قدر ما حاول هذا الاستثمار الذي جسم على صدوركم وصدورنا في لبنان، أنتم حافظتم على هويتكم الإسلامية، حافظتم على دينكم.
قد ما فعل وبنوا لنا هذا السور، يتحدث لنا الدكتور كمال ونحن نأتي لو زرخر هذا السور الذي قبلت المسجد الكبير أنشأه الخبيث شارل ديغول الذي فعل بلبنان ما فعل كذلك عندنا. قال لكي ينسلخ الجزائريون عن معتقداتهم وكذا وابعدهم عن الثورة، فأبوا إلا أن تكون الثورة، وأبوا إلا أن يكون النصر، وأبوا إلا أن يكون هناك رفع راية القرآن. فلذلك يصدح أبناء الإسلام من جزائريين وغير جزائريين بالقرآن في المحافل الدولية، وهذا ما شاهدناه في قناة الشروق حينما نستمع إلى الأندونيسي الذي لا يحسن اللغة العربية إنما يحسن صف الكلام صفا ويحسن أداءه، حينما نستمع إلى الباكستاني يقرأ وفيه روحانية ويبكينا، حينما نستمع إلى ال مين في إجاه كمان عنا غير الشوفي عنا كان أجاه أعاجم الأندونيسي الأندونيسي والسنغالي، الله أكبر السنغالي قرأ قراءة والله فيها روحانية عجيبة، نقرأ القرآن بروح ليس فقط بسم الله الرحمن الرحيم، الشيخ الذي قرأ سبحان الذي وهبك وأعطاك، قراءة فيها إتقان. أنا نظرت إلى شفتين، أنا أنظر دائما إلى الشفتين في القراءة، قراءة متقنة، فتح مع الفتح، كسر مع الكسر، ضم مع الضم، سكون مع السكون، بارك الله بك ونفع الله بك ما شاء الله عليك، وأداء وصوت جميل جدا. فأسأل الله العظيم أن ينفعنا بهذه الجلسة، وشكرا لمعالي الوزير، وشكرا لسعادة المدير الشؤون الإدارية، وشكرا للدكتور مياد بارك الله بكم، وشكرا لكم جميعا وعذرا على الإطالة، وجزاكم الله خيرا، فأنتم أساتذة، نفعنا الله بالقرآن والذكر الحكيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.